مساء الخير يا كابتن هيثم، مع حضرتك مره تانية بعد انتهاء المباراه وفوز كبير للنادي الاهلي على نادي الزمالك بنتيجه كبيره. يمكن معانا بقى يعني كابتن اشرف توفيق نجم اللقاء النهارده، تحول في الاداء بشكل كبير جدا من اول كوارترين وتاني كوارترين، اعتقد فرق شاسع في الاداء، اعتقد ان الفضل يرجع بشكل كبير لكابتن اشرف توفيق النهارده. يعني كابتن اشرف برحب بيك في البدايه والف مبروك الفوز والاداء النهارده. الله يبارك فيك. الاول احيي الكابتن هيثم والقدير كابتن نبيل بخيت وابن الغالي كريم ديف في الاستوديو. لا الفضل لله طبعا، الحمد لله بدانا وحش قوي شوطين، يعني شويه تجانس على ان احنا بدانا متاخر، كملنا متاخر يعني، فما فيش حفظ كويس للشغل. انما الحمد لله في الثالث والرابع قدرنا ندافع كويس، قدرنا نفصل الاجنبي والكروج. بحيي ابو النصر ومودي الصغير ومودي الكبير وايهاب امين، الناس اللي هم يعني تولوا الدفاع عليه، قدرنا نفصله لان كان عامل لنا مشكله. عالجنا شويه الترانزيشن ديفنس بتاعنا كان وحش، اتعالج الحمد لله. وبعدين كانت نسبنا وحشه قوي في الشوطين الاولانيين، اتوفقنا في الثالث والرابع يعني الحمد لله الحمد لله. فالفضل بيبقى من عند ربنا الحمد لله. لك الاختلاف في الاداء ما اختلفناش، اكيد حضرتك قلت كلام للولاد ونفذوه في الملعب، يعني اهم وابرز الحاجات اللي قلتها لهم شايفين تحول اصلا من رائع في الاداء. هو طبعا احنا يعني الزمالك فاجئنا بان هم ماسكين الاجنبي بالخمسايه وانس بلوكر قاعد له تحت، فخدت مننا وقت شويه ما حليناها الحمد لله يعني، انما لقينا لها حل. وقد كان يعني بدا نستفيد من اليكس، كان وحش قوي الشوطين الاولانيين. فاكيد وانت تيجي تلعب في فرقه انت بتكتشفها لاول مره لان مدرب جديد وما لعبوش حاجه قبل كده، فلا احنا مش مسجلين لهم انما هم مسجلين لنا، لان اكيد هو الراجل شاف يعني شغلنا السنه اللي فاتت وكده، فكان هو مظبط عليه احسن، احنا ما كناش قادرين نظبط على حاجه. انما الحمد لله بحيي لعيبتي ان هم قدروا يعني يقوموا من غفله كانت طويله، لان 20 دقيقه كتير. الحمد لله الحمد لله. تحضير المباراه الثانيه ان شاء الله يعني ما فيش فرق يوم السبت على طول، تحضير المباراه الثانيه هيبقى شكله عامل ازاي؟ عندنا بكره تمرين ساعه من 7 ل 8 هنظبط فيها شويه شغل وفقا بفضل الله فضل الله النتائج المرتبطه. لازم نعمل روتيشن للعيبه ان عندنا اصابات، بس عندنا اولاد صغيرين كويسين ان شاء الله، يعني ربنا سهل نشوف الاول نتيجه المرتبط بناء عليه هنلعب ازاي بكره. نمره 2 ودي الاهم، هنظبط حاجه كده معينه في اوفنس وديفنس يعني في الساعه بتاعه التمرين ان شاء الله. شكرا كابتن متوفي في اللي جاي ان شاء الله. كابتن هيثم يعني ده كان لقائنا مع كابتن اشرف توفيق المدير الفني النادي الاهلي، ومكملين لقاءات مع نجوم كتير من النادي الاهلي، ومعانا دلوقتي يعني كابتن محمد ابو النصر، يعني اعتقد الثلاثيات بتاعته هي اللي رجعت الاهلي في المباراه سريعا وعملت الفرق في الاسكور ده. كابتن محمد يعني الف مبروك الفوز وطمنا عليك في الاول، الف سلام عليك. الحمد لله الله يسلمك. طبعا الحمد لله عدت على خير، وقعه كانت جامده شويه بس الحمد لله يعني قمت وادينا قادر امشي والحمد لله يعني. الحمد لله على الفوز، طبعا فوز مهم كنا مستنيين ان احنا نشوف شكل الفرقه السنه دي هيبقى عامل ازاي، والحمد لله طلعنا بشكل كويس وقدرنا نلم بعض. كانت بدايه الماتش مش موفقه بس الحمد لله في وسط الجيم قدرنا نلم بعض وقدرنا نعمل جيم كويس، و يعني اهم حاجه البطوله. احنا بنبص لقدام يعني، طبعا ماتش الزمالك ماتش مهم بس احنا بنبص البطوله، يعني نفسنا ناخد الثلاثيه ان شاء الله ويكون ده هدفنا السنه دي باذن الله. يمكن الزمالك تغيير اللاعب الاجنبي وكمان تغيير المدير الفني اعتقد فرق، يمكن كان الزمالك بشكل مغاير قبل التوقف وبشكل دلوقتي تاني مختلف تماما. طبعا الزمالك فرقه كبيره وفريق محترم وجايبين مدرب على اعلى مستوى طبعا، واحنا احترمناهم ومن اول الجيم يعني، احنا حتى السنه دي كل الفروق بين اي فرقه والتانيه هي بتختلف في الروح وانت عايز ايه. الفروق بين اللعيبه انا ما بشوفش ان في فروق عاليه قوي بين اللعيبه، على قد ما كل فرقه ازاي بتلم بعضها وازاي عندها روح المكسب وهدفها ايه السنه دي، هي داخله السيزون هدفها البطوله ولا هدفها تعمل سيزون كويس وخلاص يعني. طبعا هو فريق محترم واحنا احترمناهم بس ربنا وفقنا الحمد لله وكسبنا يعني. كابتن اشرف قال لكم ايه بقى في النص بين الكوارتر الاول والثاني والكوارتر الثالث والرابع؟ والله بلاش يعني الكلام ده على الهواء عشان ايه لكن طبعا كابتن اشرف يعني يعتبر زي اخونا الكبير ووالدنا يعني، احنا بنحتاج يعني لازم نمتص غضبه، وهو طبعا كان يعني متضايق جدا من بدايه الماتش، بس الحمد لله احنا يعني لعيبه كبار وعرفنا ان احنا نلم نفسنا، ويعتبر ده اول ماتش
برضو احتكاك قوي السنه دي، مهما لعبنا ماتشات وديه ما بيبقاش زي الرسمي، بس الحمد لله ان احنا قدرنا نلم بعض ونرجع تاني في الجيم ونكسبه الحمد لله يعني. حبيبي كابتن، بالتوفيق في الجاي ان شاء الله. كابتن هيثم، دي كانت لقاءاتنا بعد فوز النادي الاهلي على الزمالك في دور الثمانيه دوري المرتبط مباراه الذهاب. يا رب كل يوم فوز جديد وانتصار جديد لابطال الصالات والنادي الاهلي، ودايما يا رب النادي الاهلي رقم واحد. الكلمه ليك كابتن هيثم وضيوفك الكرام. الزميل محمد توفيق من ارض الملعب، شكرا جزيلا ليك، ويا رب دايما كده يكون زي ما بيقول محمد، يكون دايما ايامنا كلها انتصارات للنادي الاهلي.